وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهل يجب على العاجز عن الركوع والسجود المومي لهما فيه، أي في الإيماء لهما، الوسع، أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت، فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر، أو لا يجب فيه الوسع وعدم تميز أحدهما عن الآخر، أو لا يجب فيه الوسع بل يجزي ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه، ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر، والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء، فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع. الشيخ يقول: الذي يصلي بالإيماء يعني بيومي للركوع أو يومي للسجود، هل يجب أن يبذل وسعه في الانحناء والانحطاط، حيث إذا هو أومى للركوع ينبغي أن يفعل الغاية فيه، وإذا أومى للسجود ينبغي أن يفعل الغاية فيه منتهى مستطاعه، بحيث أنه لا يتميز ركوعه على سجوده في هذه الحالة؟ لو قلنا هو مطلوب منه أن يفعل وسعه، لو واحد يصلي من جلوس غير قادر على القيام، أو يصلي من قيام ولا يقضي على الجلوس، يريد يعني بمعنى أنه يومئ للركوع والسجود من قيام أو يومئ للركوع والسجود من جلوس، هل هو مطالب بأن يبلغ وسعه في الانحطاط من قيام يطبس لا أقصى ما يقدر للركوع، وينحني أيضا أقصى ما يقدر في إيمائه للسجود؟ وكذلك إذا كان يصلي من جلوس يومئ للركوع من جلوس بأقصى ما يستطيع، ويومئ للسجود بأقصى ما يستطيع، وفي هذه الحالة لا يتميز ركوعه عن سجوده إلا بالنية فقط. يعني في هذه الحالة لما نقول هذا هو المطلوب أنه يفعل وسعه، كيف يميز بين الركوع والسجود؟ هل هو بأن واحد منهم أخفض من الثاني؟ قال لا، هم كلهم بيعمل فيهم مستطاعه ويعمل فيهم وسعه، وإذا كيف يفرق بينهما؟ يفرق بينهما بالنية، هذا الركوع وهذا السجود، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني في كلام المصنف: أو لا ينبغي أو لا يجب عليه أن يفعل وسعه، ويجوز له أن ينحني انحناء إلى حد ما في ركوعه، وينحني أزيد منه في سجوده. وهذا التأويل أخذوه أيضا من كلام مدونة: ويومئ لسجوده أخفض من ركوعه. يعني لو كان يعني هو السجود والإيماء كله يعني بيعمل فيه وسعه ومستطاعه وقدرته، ما عادش تقول مدونة ويومئ لسجوده أخفض من ركوعه. يعني المسألة أخذ فيه تأويلين في الكلام من كلام مدونة: هل يجب الوسع ولا يميز بين الركوع والسجود إلا بالنية، ولا يجب أن يعمل بينهم تفاوت ويزيد في انحناء السجود أكثر من انحناء الركوع؟ قال تأويلان في هذه المسألة، وبنى عليهما مسألة أخرى، مسألة الأنف. إذا كان قلنا إنه يعمل وسعة في السجود وفي الركوع، فإذا كان قلنا يعمل وسعة، هل لو سجد على أنفه يكون مومئا أو لا يكون مومئا؟ فإذا كان قلنا إنه بيعمل وسعة، وسعة وصل إلى أن يوصل أنفه إلى الأرض، فهذا يكون قد مشى على القول الأول اللي قال يفعل وسعة، فهو يعني يكون صلاة صحيحة على هذا القول. وعلى القول بأنه يعني لا ينبغي له، غير واجب عليه أن يفعل وسعه، لو كان هو وصل أنفه إلى الأرض صلاته لا تكون صحيحة، تكون باطلة،
لأنه لم يأتي لا بالأصل ولم يأتي بالبدل، لأن الأصل هو السجود، سجود على الجبهة. وأن يفترضنا أن هذا إنسان لا يستطيع أن يضع جبهة على الأرض بها قروح ولا كذا، وهو يصلي يريد أن يصلي إيمان، فلو صلى إيمان وقلنا أنه ينبغي أن يفعل وسعه، فلو وصل بوسع هذا إلى أن وضع أنفه على الأرض لأن جبهة ما يقدرش يضعها على الأرض، فهل تكون صلاته صحيحة في هذه الحالة ولا تكون صلاته باطلة؟ لأنه لم يأتي لا بالأصل ولا بالبدل. الأصل أنه يعني يصلي بسجود، يضع جبهته على الأرض، هذا هو السجود، والبدل هو الإماء. ولما وضع أنف على الأرض فهو لا أتى بالأصل وهو السجود كاملا، ولا أتى بالبدل اللي هو الإماء، لأن هذا لا يسمى إيماء. فهل يكفيه وضع الجبهة على الأنف على الأرض أو لا يكفيه؟ ويعني ربما هو يريد أن يقول إن وضع الأنف على الأرض في هذه الحالة لا ينبغي أن يسمى إيماء، وينبغي أن تبطل صلاة من فعله لأنه خرج عن الأصل وعن البدل. ومن يقول إنه تصح صلاته في التردد هذا يقول لك أنت طلبت منا أن يفعل مستطاعه، وقلت ما كل ما هو في مستطاعه يسمى إيمان، وهذا قد بلغ مستطاعه في الإيمان إلى أن أوصل أنفه إلى الأرض. فمن يصحح صلاته، هذه الوجهة اللي يعلل بها، هي مبنية على أن الذي يومئ للسجود وللركوع ينبغي أن يفعل وسعه. وهل يعني مطلوب منا أن يبلغ بالركوع والإيماء بالإيماء وسعه أو لا يجب عليه ذلك؟ وإذا كان قلنا مطلوب منا أن يفعل وسعه وهو في وسع هذا وصل إلى وضع أنفه على الـ على الـ على الأرض، فقال هذا صلاة صحيحة لأنك أنت طلبت منه أن يفعل وسع، وهذا وسع وصل إلى هذه الحالة. ومن قال إن صلاته لا تصح يقول لك هذا هو لم يأتي لا بالأصل ولا بالبدل. والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء، فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع، ويدل له قوله وهل يجزئ من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها، إن سجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء، لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه، أو لا يجزئ لأنه لم يأتي بالأصل ولا ببدله، تأويلان في كل من المسألتين. يعني هذا وهذه جاب كدي على مذهب إليه ليرجحه أنه لا يضع أنفه على الأرض، وإذا وضع أنفه على الأرض فكانه لم يأتي لا بالأصل ولا بالبدل، ويعني دل له بمسألة من بجبهته قروح وفرضه الإيماء، فإنه لا يضع أنفه على الأرض، لأنه إذا وضع أنفه على الأرض فهو لم يأتي لا بأصل السجود اللي هو مطلوب منه يضع فيه الجبهة، ولا أتى بالإيمان اللي هو بدل له. قال وهل المومي للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض يومئ مع إيمائه بظهره أو رأسه بيديه أيضا إلى الأرض، أو إن كان يومئ له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر، ولو عبر بالواو لكان أظهر. ويضع بدل أو يضع ويضعهما على الأرض. أو إن كان يومي له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر، ولو عبر بالواو لكان أظهر. إن قدر إن قدر إن قدر إيه. إن قدر نعم. ولو عبر بالواو إن قدر ويضعهما على الأرض بالفعل إن قدر، ولو عبر بالواو لكان أظهر. فهذا تأويل واحد، والثاني محذوف تقديره أو لا يومي بهما
إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الأرض، إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه. لحظة، أو جلوس لم يقدر معه يعني لم يقدر على السجود يعني. نفك العبارات. أو جلوس لم يقدر معه يعني لم يقدر معه على السجود. كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الأرض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر. وهو أي التأويل المذكور للمصنف بحالتيه المختار عند اللخم دون ما حذفه بحالتيه، ثم استشهد لاختيار اللخم بما هو متفق عليه بقوله. يعني ومسألة فيها تردد وفيها يعني خلاف، هل المصلي عندما يصلي من قيام وهو لا يقدر على السجود ويريد أن يومئ للسجود من قيام، هل مطلوب منه أن يرفع يديه عندما يومئ إلى السجود ولا يكتفي بإحناء ظهره ورأسه فقط؟ هذا إذا كان هو يصلي من قيام. وإذا كان يصلي من جلوس أيضا هل ولا يقدر على السجود، فهل مطلوب منه عندما يومئ إلى السجود مطلوب منه أن يرفع يديه أو غير مطلوب منا ذلك؟ وفي هذا وجه من الاحتمالين، يعني إذا كان هو يصلي من قيام هل يديه يرفعهم هكذا ويحني ظهره ولا يومي برأسه وظهره ويديه يعني إلى جنبه؟ وإذا كان هو يصلي من جلوس فإذا هل المطلوب منه إذا كان لا يقدر على السجود مطلوب منه أن يضع يديه على الأرض عندما يومي إلى السجود برأسه وظهره، ولا مش مطلوب منه وضعهما على الأرض ويستطيع أن يضعهما على ركبتيه؟ قال فيه تردد، واللي اختاره المصنف أنه يرفع يديه إذا كان يومي من قيام ويضع يديه على الأرض إذا كان يومي للسجود من جلوس، قال هذا هو اختيار اللخمي اللي اختاره لذكره المصنف. الاحتمال ذكره المصنف هذا هو ما اختاره اللخمي. والاحتمال الثاني ما ذكرهش المصنف، التردد الثاني طواه، وهو تقديره أو لا يرفع يديه إذا كان يومئ للسجود من قيام ولا يضع يديه على الأرض إذا كان يومئ للسجود من جلوس بل يضعهما على ركبتيه. وهذا يعني قول ابن نافع وبعض القرويين. فالمصنف أشار إلى التردد والاحتمالين، لكن أحدهما ذكره نصا والآخر طواه لأنه مفهوم من كلامه، واللي ذكره ونص عليه هو هل يرفع يديه، الرفع يرفع يديه عند الإماء للسجود من قيام، هذا اللي اختاره، واختيار اللخمي هذا اللي ذكره، ويضع يديه على الأرض عندما يومي للسجود من جلوس، وهذا هو اللي اختاره اللخمي. ولم يذكر التردد الآخر، وهو أنه لا يرفع يديه إذا أومى للسجود من قيام بل يتركهما إلى جنبه، يومي بظهره فقط وبرأسه فقط، وإذا كان يومي للسجود من جلوس لا يضع يديه على الأرض وإنما يكتفي بوضعهما على ركبتيه، وهو التردد الثاني الذي لم يذكره وهو قول غير اللخمي.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم استشهد اختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله كحسر عمامته، أي رفعها عن جبهته حين إيمائه، فيجب عليه حسرها بسجود تنازعه يومئ ويضع وحسر يومئ بسجود ويضع يديه بسجود وحسر وحسر بسجود. كلمة بسجود لذكرها المصنف في الأخير. كلمة بسجود لذكرها المصنف في آخر جواب للسؤال، قال هذه كلمة بسجود تنازعها ثلاث عوامل قبلها، يومي يعني يمكن تعلقها بيومي، يومي بسجود وبوضعهما بسجود على الأرض، يعني يضع يد الأرض، وحسر عمامته بسجود. فكلمة بسجود هي تنازعها ثلاث العوامل اللي قبلها، كل منهم يصح تعلقه بكلمة بسجود. كل يعني هذه الألفاظ الثلاثة، يومئ ووضع يديه على الأرض، يعني إذا كان يومئ بسجود، وحسر عمامته بسجود، كلها يصح تعلقها بكلمة بسجود، فذلك تنازعها ثلاثة ألفاظ. وهذه المسألة كحسر عمامته أتى بها كالدليل على ما اختاره اللخمي. اللخمي قال لك اختار أنه إذا أراد أن يومئ للسجود من جلوس اختار ينبغي له أن يضع يديه على الأرض. يقول أنت كيف تطلب منه يضع يديه الأرض وهو مش ساجد؟ لأن عادة السجود ليش يكون السجود؟ يعني وضع يديه الأرض متى يكون؟ يكون عندما الإنسان يسجد. إذا كان الإنسان ما هو ساجد ليش يضع يديه الأرض؟ لا حاجة لذلك. فالمفروض أنه ما يضعش يديه على الأرض ما دام هو يومي، تقعد يديه على ركبتيه ويومي بظهره فقط. قال له الدليل على ذلك ما دام هو يومي للسجود ينبغي أن يفعل كل ما يقدر عليه مما يتعلق بالسجود، بدليل أن مطلوب منه أن يحسر عمامته، وهو مش واصل الأرض، عمامة معمولة فيها طيات ونازل على جبهته وهو ما يبيش يوصل جبهته إلى الأرض. ومع ذلك قالوا له مطلوب منك أن تحصر العمامة هذه وتبعدها على جبهتك كأنك تسجد بالفعل. فاستدل بهذا، استدل بقولهم على وجوب حصر العمامة، حتى قالوا إذا لم يحصر عمامته فيها طيات كثيرة أثناء لما تبطل صلاته، يعني اعتبروه حالة الإمام اعتبروها كحالة السجود تماما، يفعل فيها المصلي كل ما يقدر عليه بدليل أنه يحصل حتى العمامة. وذلك اللخمي قال مطلوب منه إذن أيضا أن يضع يديه على الأرض زي ما يضعهم في السجود، مع أنه لا معنى لوضعهما على الأرض ما دام هو ما يقدرش يوصل جبهته إلى الأرض. قال لا خير ما لا، العمامة وقلنا اتفقنا على أنه يجب عليه أن يحصلها مع أنه لا يوصل جبهته إلى الأرض، فكذلك اليدان ينبغي أن يضعهما على الأرض حتى ولو لم يكن قادرا على الوصول إلى الأرض بالسجود. وقوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه. قوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه، كحسر عمامته. حسر العمامة في شيء تأويلان، حصل الإمامة قولا واحدا يجب أن يحصرها، ما فيش حد قال لا تأويلان لو حصر لو لم يحصر صلاة صحيحة، لا قال لو لم يحصر صلاة باطلة. وذلك قال قوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه،
للسؤال الأول ذكر المصنف، وهل يومئ بيديه إذا أومى للسجود من الركوع ويضع جبهات ويضع يديه على الأرض إذا أومى للسجود من جلوس، أو لا يجب عليه أن يومئ بيديه إذا أومى للركوع من سجود، ولا يجب عليه أن يضع يديه على الأرض إذا أومى للسجود من جلوس بل يضعهم على ركبتيه؟ تأويلان. التأويل يرجع لي هذا التردد الذي ذكره قبل التشبيه، قبل قوله كحصر عمامته. أما حصر العمامة فهذا قول واحد ينبغي له أن يفعله وليس فيه تردد. وإن قدر المصلي على الكل أي جميع الأركان ولكل إن سجد أي أتى بالسجود لا ينهض، أي لا يقدر على القيام. لحظة، أعيد. ولكن وليس ولكل. نعم. وإن قدر المصلي على الكل أي جميع الأركان ولكن إن سجد أي أتى بالسجود لا ينهض، أي لا يقدر على القيام، أتم ركعة بسجدتيها وهي الأولى ثم جلس أي استمر جالسا ليتم صلاته منه، لأن السجود أعظم من القيام، وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها. إذا كان إنسان يقدر يأتي بكل الأفعال وهو قائم، يعني يقف مستقلا غير مستند ويقرأ ويقدر على الركوع وعلى الرفع من الركوع، ولكنه إذا جلس لا يستطيع أن ينهض مرة أخرى للركعة الثانية، فماذا ينبغي له أن يفعل؟ قال أولى أن يصلي الركعة الأولى كاملة بركوعها ورفعها وكذا، ثم يجلس ويسجد يعني من جلوس ويرفع من السجود ويكمل صلاته من جلوس. هذا هو القول الراجح، ورجحوه قالوا لأنه الإنسان إذا كان عاجز ينبغي أن يعني يكون نحرص على أن نفعل ما أمكننا من أركان الصلاة. إذا كان الإنسان بيسعى أن يعمل 5 من أركان الصلاة ويسقط منها واحدة فقط أحسن من يسقط عليه 2 ولا 3. أما أن يقلل من السقوط والإسقاط من أركان الصلاة من أفعالها للعاجز بقدر الإمكان، بحيث أن وصله إلى أقصى درجة يقدر عليها ينبغي له أن يفعل، ولا يعني نسمح له أن إذا كان هو قادر أن يترك 3 أفعال نقول له حتى لو تركت 4 ما عليه. قال لا، ينبغي أن نحرص أن يفعل أقدر ما يمكنه من أفعال الصلاة. وهذا القول يعني هو يتحقق به ذلك، لأنه لو صلى الركعة الأولى كاملة بقيام وركوع ورفع من الركوع ثم جلس وأكمل من جلوس في صلاة رباعية مثلا، ماذا فاته من أركان الصلاة؟ فاته فيما يتعلق بالقيام 3 ركوعات وثلاث يعني 3 قيامات، يعني فاته 3 قيامات. ولو كان يعني قلنا لك كمل من الصلاة من قيام وما اجلس في الركعة الأخيرة فقط بفوتوه 3 ركعات كلها بيفعلها من جلوس، وكل ركعة فيها يعني سجدتان، فاتوه 6 سجدات. لأنه عندما نقول له أنت أومي للسجود من قيام وما تجلسش إلا في الركعة الأخيرة بفتور السجود في الركعة الثانية والسجود في الركعة الثالثة، 4 سجودات يعني تفوته، وفي حين أنه يعني حافظ على قيامه في الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، تحصل على
لا تحصل على قيامين فقط، الركعة الأولى قاملها هو، وركعة الثانية لما نقولها حتى الركعة الثانية والثالثة قومي لها وأنت قائم، معناها تحصل على قيامين. ولو قلنا لها اجلس وصلي الركعة الثانية والثالثة صليهم من جلوس وسجد لهم، يعني بيتحصل على 4 سجدات، يعني كأنه إذا كان أومى من قيام لكل صلاة إلى الركعة الأخيرة فقط وتحصل على 3 قيامات وفاته يعني السجود مع تاع الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، فاتوه 6 سجودات. يعني هذا القول عشان نوضحه، طيب توضيح كامل. القول الأول يقول لك أنت إذا كان إنسان يقدر أن يأتي بأفعال الصلاة كلها وهو قائم، ولكن إذا جلس لا يستطيع أن يقوم أو أن ينهض، فالأولى هو أن يصلي الركعة الأولى فقط من قيام كاملة، ثم يجلس ويصلي باقي الصلاة كلها من جلوس. قال هذا هو الراجح وهذا هو الأولى. والاحتمال الآخر، تردد الآخر، قال لا، يصلي الركعة الأولى والثانية والثالثة من قيام، يحافظ على القيام بركوع، يعني 3 قيامات بركوعها، ثم في الركعة الرابعة الأخيرة فقط لأنه لا يستطيع أن يقوم بعدها يجلس، خلاص ما عادش نبغوا يقوم بعدها، يجلس ويومي للسجود في الركعة الرابعة يومي له من جلوس. قال هذا هو القول الآخر. وقال القول الأول أرجح لأنه يقللنا من مفقودات أفعال الصلاة، إذا أومى للـ3 ركعات الأولى من قيام وحصل على 3 قيامات، لأن احنا بنقارن بين القيام وبين السجود، هل لولا لفظ القيام ولا لفظ السجود؟ هذا في خلاف، الراجح أن السجود أفضل، ولكن حتى لو لولا المفاضل بينهما بالعدد، إذا كان مشينا على الرأي الأول أنه يصلي ركعة واحدة من قيام، معناه هو فاته قيام الركعة الثانية وقيام الركعة الثالثة وقيام الركعة الرابعة، فاتوه 3 قيامات. ولو قلنا له أومي ليهم للركعات الثلاثة كلها من قيام، معناها فاته الركعة الثانية فيها سجودين والثانية فيها أيضا سجودين والثالثة فيها أيضا سجودين، فاتوه 3 سجودات. يعني إذا كان قلنا له كمل من قيام كله وما تجلس له في الركعة الأخيرة، بفتوه 6 سجودات. ولو قلنا له يعني يصلي من الركعات كلها من قيام يحصل 3 ركوعات ويفتوه 6 سجودات، ولو قلنا يصلي ركعة واحدة فقط من قيام وصلي الباقي من جلوس يكون تحصل هذه السجود كلها وفاتوه 3 قيامات. الحفاظ على 6 سجودات أفضل من الحفاظ على 3 قيامات. هذا هو وجه الترجيح لمن رجح أنه يصلي ركعة الأولى فقط من قيام ويجلس ويصلي الباقي كله من جلوس ويسجد من جلوس. وإن خف في الصلاة معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له انتقل وجوبا للأعلى فيما الترتيب فيه واجب، كمضجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو مندوب فيه، كمضجع على أيسر قدر على الأيمن. يعني إذا كان هو خف عنا العذر، ارتفع عذره في الترتيب اللي قلناه السابق، يصلي قائما ثم مستندا مستقلا ثم مستندا ثم يصلي جالسا مستقلا أو مستندا أو مضطجعا، إذا كانوا في أثناء الصلاة ارتفع عنه الألم، ارتفع عنه العذر، فينبغي له أن يتحول إلى الأصل. فمثلا إذا كان واحد يصلي مستندا لأنه كان ما عندهش قدرة على القيام مستقلا وحس نفسه أنه يقدر قيام مستقل، يجب عليه أن يترك الاستناد ويتحول وجوبا
للقيام مستقلا، فيما يعني الترتيب بينهما واجب يجب عليه أن يرجع إلى الأصل، وفيما الترتيب بينهما مندوب مثل الصلاة على الجنب الأيمن والأيسر، هو صلى على جنبي الأيسر لكن استطاع في أثناء الصلاة أن يلتفت على جنبه الأيمن، فيجب فيستحب له أن يلتفت على الأيمن، لا يجب. يعني في الواجب ينبغي له أن ينتقي الأصل وجوبا، وفي المندوب يستحب له أن يتحول الأصل أيضا ندبا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس لقراءتها، لأن القيام كان لها ثم يقوم ليركع. يعني إذا كان الإنسان عجز عن قراءة الفاتحة يمكن، أو عجز عن قراءة بعضها قائما، ما عندهاش قدرة أن يصبر قائما إلا لحظات قليلة، قري منها آية واحدة وبعدين عجز، يجوز له أن يجلس ويكملها وهو جالس، أو من أول الأمر يجوز له أن يقرأها وهو جالس، لكن ينبغي له بعد انتهاء من قراءتها أن يقوم ليأتي بالركوع من قيام، فيسقط عليه يعني القيام لقراءة الفاتحة لأنه عاجز عنه، وينبغي له أن يأتي بالركوع من قيام. وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركانها إلا على نية فقط، أو مع إيماء بطرف مثلا، فقال المازري في الثانية، وقال غيره وهو ابن بشير في الأولى، لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر، ومقتضى المذهب الوجوب. نعم. أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب، فيكون مقولا له ضمنا. والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب، وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا. فقد صح القول بأن كل منهما قال بالأمرين، وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا، وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول، ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول. هنا مسألتان، وقائلان ومقولان، مسألتين واثنان كل منهم قائل قول، والمقول يعني الحكم اللي قالوه اثنان، يعني مسألتان وقولان ومقولان. المسألتان، مسألة أولى شخص ما عندهش قدرة إلا على النية فقط، لا يستطيع أن يفعل أي شيء يعني من أفعال الصلاة، ما عندهش أي حركة، واحد يعني عنده جلطة مسبول لكن عقله موجود ولما تكلم يكلمك ويعرف لكن لا يحرك شيء، أو حتى ما يكلمكش لكن يفهم اللي تقول فيه، يفهمه، تعرف أنه يفهم اللي يقول فيه، لكن لا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه، فما عندهش قدرة إلا على النية. ومعنى القدرة على النية معنى أنه يستطيع أن يقصد إلى الصلاة ويستحضرها بقلبه، من تكبيرة الإحرام إلى قراءة الفاتحة إلى الركوع، إلى الرفع من الركوع، إلى السجود، الرفع من السجود، التشهد، القيام، يعني يستطيع أن يمر بها بقلبه على هذه الأشياء كلها، ما يقدرش إلا هذا فقط، لا يحرك شيء إلا أن قلبه يستطيع أن يستحضر الصلاة،
هذا لا يقضي إلا على النية، يسمى هذا لا يقضي إلا على النية. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، شخص يقدر مع النية يقدر يحرك شيء من جسمه ولو حاجباه، يرمش عيونه، يعني يهز قليل من راسه، يقدر على حاجتين. المسألة الثانية يقدر على النية ويقدر أن يفعل معها فعل آخر ولو بطرفه بعينه. هذان مسألتان. والقائلان في هذه المسألة هو المازري وابن بشير، كل واحد منهم عنده قول. والمقول لهما، المقول للمازري هو المسألة الثانية. المازري عنده قول في المسألة الثانية صريحا، وفي المسألة الأولى ضمنا. وابن بشير عند في المسألة الأولى قولا صريحا وقولا آخر ضمنا. ما هو الصريح وما هو الضمني لكل منهما؟ المازري لأنه هو اللي بدأ به وقال، عندما قال وقال يقصد المازري. المازري قال في المسألة الثانية، وهي ما إذا كان ما عندهاش قدرة إلا على النية وعلى وعند معها قدرة على أن يفعل شيء بطرفه بعينه أو بحاجبيه أو بيده أو بشيء من هذا. مسألة اللي ما يقدرش إلا على النية هذه مسألة، ومسألة من يقدر على النية ويقدر على فعل آخر معها. مسألة المازري هي الثانية، هو يقدر على النية ويقدر على شيء آخر معها. ماذا قال فيها؟ عنده فيها قولان، قول يعني صريح قال في شرح التلقين قال تجب عليه الصلاة، وقول آخر يفهم من كلامه، يعني ليس نصا، يفهم من كلامه ولم يصرح به، قال لا نص في هذه المسألة. يعني شنو الدليل على أن اجتهاد منه؟ قال اجتهاد منه أن ما تجبش عليه الصلاة، وفهمنا ويفهم من كلامه أن أهل المذهب ما عندهمش نص في هذه المسألة. وهذا الكلام قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى وكلام ابن بشير، هذا الكلام متعقب على المازري. قول أما قولك يعني لا تجب عليه الصلاة، هذا مخالف يعني لي، وكان ما المسألة يعني يفهم منها أنه ما فيش نص في المسألة في المذهب على المسألة. قول الكلام هذا متعقب، لأن المدونة يعني قالت ولا تسقط الصلاة على أحد معه شيء من عقله، وهذا عند عقل، ولا تسقط عليه الصلاة. ولأن ابن الجلاب ذكر هذه المسألة وقال يجب عليه القضاء، ولأن في سماع أشهب مال العتبية ابن رشد قال في سماع أشهب أن من كسرت بهم السفينة وتعلق بعضهم بألواحها في البحر ولا يقدرون على شيء من أفعال الصلاة، ما يقدرش يحرك لا إيده ولا رأسه، يعني في غمرات ما عنداش إلا يعني قدرة النية، ولا حتى لو كان يقدر يحرك إيده ولا كذا، قالوا يجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه، وإذا لم يقدر يجب عليه أن يقضي الصلاة. واستدلوا عليه بقول المدونة أن من وقع في الهدم ولم يستطيع أن يحرك شيء من جسمه ما عنداش إلا كذا، قالوا يجب عليه أن يقضي الصلاة، فالصلاة لا تسقط عليه. إذن كلام المازري بأنه يعني ضمنا صرح ضمنا بأنه لا تجب عليه الصلاة، هذا كلام غير صحيح، وكلام أن يفهم منه لا نص، أنه لا نص لهذه المسألة في المذهب، كلام أيضا لا يعني يسلم له، لأن كلام موجود قالته المدونة ويسمع أشرف العتبية وقال ابن الجلاب وقال يعني أيضا ابن عبد البر
كل من كان له شيء من عقله لا تسقط عنه الصلاة ما دام معه شيء من العقل. فلم يسلموا للمازري هذا الكلام اللي قاله، يعني قال صراحة أنه يعني لا تجب عليه الصلاة، ويفهم من كلامه أنه أن أهل المذهب ما قالوش، ما عندهمش نص في هذه المسألة، مثل هذه المسألة اللي هي أن الإنسان ما عندهاش قدرة إلا على النية وفعل خفيف مثل تحريك حاجبه وكذا. هذه مسألة المازري. والمسألة الأولى اللي هي شخص ما عندهاش قدرة إلا على النية بس، ما قدرش يحرك شيء، لا حرك حاجبه ولا جزء من جسمه. هذه مسألة ابن بشير. ابن بشير قال صراحة يعني نصا، قال لا نص في هذه المسألة. خلي بالك في فرق بين كلام المازري وابن بشير. المازري كلمة لا نص في المذهب أخذت ضمنا من كلامه، مقولة له ضمنا كلمة لا نص، لأنه اجتهد وقال ما تجبش عليه الصلاة، فأخذوا من هذا ضمنا أنه يقول لا نص في المسألة. وابن بشير قال صراحة لا نص في مسألة هوية اللي هي مسألة أن الشخص ما عندهش قدرة إلا على النية. قال بالنص أنه يعني صراحة قال لا نص لأهل المذهب في هذه المسألة، وقال ضمنا أنه ينبغي له أن يصلي بالنية. كيف أخذوا هذا ضمنا من كلامي؟ لأنه قال وقال الشافعي ينبغي له أن يفعل ما يقدر عليه بالنية، وقال ابن بشير وهذا أحوط. فهذا كلام يفهم ضمن أن ابن بشير يرى أنه ينبغي له أن يؤدي الصلاة بالصورة التي يقدر عليها، وقال نصا إنه صراحة قال إنه لا نص لأهل المذهب في المسألة. وهذا كلام أيضا غير مسلم له، لأن أهل المذهب كما ذكرنا عندهم نص في هذه المسألة. وقوله أن هذا الأحوط واجتهاد منا هذا مقول له ضمنيا وليس صريحا، لم يصرح بأنه يجب عليه أن يصلي بهذه الصورة، وإنما أخذه من كلام الشافعي. ما دام الشافعي قال كذلك فهو سلم له هذا الكلام وقال هذا أحوط. إذن عندنا مسألتين، مسألة واحد ما عندهش قدرة إلا على النية فقط، ومسألة ثانية وهذه لابن بشير، هذه كلام فيها لابن بشير قال لا نص فيها صراحة، قال لا نص فيها، فمقول له كلمة لا نص فيها مقول له صراحة، وأنه يصلي بالنية هذا يفهم ضمنا من كلامه ولم يقله صريحا، لأنه سند فيه على كلام الشافعي وقال هو الأحوط. وعندنا مسألة ثانية، شخص عنده قدرة مع النية إلى أن يضيف إليه شيء آخر، حركة حاجبيه وغير ذلك، وهذه مسألة المازري. وعندنا فيها أيضا له كلامان، كلام صريح وكلام ضمني. ما هو الصريح في كلام المازري في من في هذه المسألة؟ الكلام الصريح أنه يعني لا يصلي، ما عندهش يعني تسقط عنه الصلاة، من فعل ذلك يعني ما تجبش عليه الصلاة. والكلام اللي هو مش صريح يفهم من كلامه أنه أيضا يقول لا نص لأهل المذهب في هذه المسألة. فكلاهما قال لا نص، وكلاهما قال كلاما ضمنيا، إلا أن ابن بشير لا نص قال صراحة، ووجوب الصلاة قال ضمنا، فهم من كلامه لأنه سند على كلام الشافعي. والمازري قوله لا نص فهم ضمنيا، لم يصرح به، وقول لا تجب عليه الصلاة صرح به، وكل منهما كلامه مردود عليه متعقب يعني. فإذن هنا مسألتان وقولان ومقولان. أعيد قراءة المسألة باش ننظر شو المزال بقي فيها ما يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس لقراءتها
لأن القيام كان لها ثم يقوم ليركع، وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركانها. المسألة تبدأ من هنا، وإن لم يقدر. وإن لم يقدر هذه مسألة أخرى انتهينا منها. نعم. وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركانها إلا على نية فقط أو مع إيماء بطرف مثلا. إلا على نية فقط، هذه مسألة ابن بشير. أو مع إيماء بطرف مثلا. فقال بعينه، وهذه مسألة المازي. فقال المازري في الثانية. في الثانية اللي هي مسألته. وقال غيره وهو ابن بشير في الأولى لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر. كلاهما قال لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر. ومقتضى المذهب الوجوب، أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. كل منهم قال لا نص في المذهب، كل منهم في مسألة قال ما فيش أهل المذهب ما نصوش على حكم هذه المسألة، ولكن يعني ليفهم هو الوجوب. ولكن في فرق بين قول كل واحد منهم لا نص. ابن بشير قال لا نص صراحة، قال ما فيش نص في المذهب، وقال يجب عليه أن يؤدي بما يقدر عليه ضمنا، لأنه فهم من كلامه عندما استدل بكلام الشافعي. والمازري حتى هو قال لا نص، لكن يختلف على كلام ابن بشير. المازري قال لا نص، هذا ما قالش صراحة، فهمناه من كلامه ضمنا عندما قال إنه يجب عليه أن يؤديها من كان لا يقضي إلا على النية وتحريك طرفه، لا يجب عليه أن يؤديها، فهذا قال صراحة، وفهم منه ضمنا أنه يقول لا نص في المذهب على المسألة. أيوة. طيب شيخنا جزاكم الله خير، لأن انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.